بتعرفوا قديش في ناس عم تنزل تعمل سبور بالجيم، يعني هو شيء بعقد وكتير منيح وعن جد برافو عليكم. بس ما تنسوا، مش بنروح على الجيم بنعمل ساعة سبور وبنقعد 23 ساعة بالنهار ما عم نتحرك. في ظاهرتين كتير جديد، من قبل كنا نتحرك كل الوقت، نروح على المدرسة ماشي نرجع ماشي نطلع على الدرج نزع على الدرج، في حركة متواصلة بالنهار وكنا احسن وصحتنا احسن من ما هي اليوم، يلي العالم صارت بتروح اكثر على الجيم وبتقعد اكثر. فيا ريت يا ريت بنكون عم نلاقي طريقه بتعقد انه تعدوا فشخاتكم. مش ضروري تعملوا 10000 فشخه كل يوم، بس ضروري تتحركوا قد ما فيكم، تطلعوا تنزلوا على الدرج، تصفوا سيارتكم بعيده، اذا اشا بتنعمل الحركه مثلا مشي تروحوا تجوا، وتروحوا على الجيم كمان اكيد على القليله 3 مرات بالاسبوع لحتى تهتموا بعضلكم وتخلوا الكتله العضليه عندكم منيحه وقويه. فهو لازم نعمل قد ما فينا كل يوم بحياتنا حتى نعيش على طريقة صحي وسريع.